والسلام على أشرف خلق محمد الأمين وعلى أهل بيته الأطهار آل ميامين. بداية، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، ورحب بكم في هذا اللقاء، وإن شاء الله تستفادون فائدة كبيرة من هذا اللقاء، لأنه سوف أطرح قضية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام بوجهة جديدة لم تطرق سابقا. طبعا الموضوع الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام والبعد النفسي أو العقل الجمعي للأمة وفق منحني غاوس للتوزيع الطبيعي، تتمحور المحاضرة قاطبة نرحب بسيدي عميدي معاوني عميد الكلية، تتمحور أسئلة المحاضرة حول من هو الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، ما منحني غاوس للتوزيع الطبيعي، ما البعد النفسي أو العقل الجمعي للأمة في عهد الإمام عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكذلك يقول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وسرح الشاهدون كيف في ضوء منحني غاوس. من هو الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام؟ طبعا ما ينطبق على الإمام الحسن ينطبق على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأن كلاهما نفس الوراثة ونفس البيئة. إذا أردنا أن نتحدث عن أي شخص وأي شخصية، علينا أن نعرف ما معنى الشخصية. الشخصية أو بشكل عام عبارة عن محصلة التفاعل ما بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية، وجميع الإمكانيات الموجودة أو السمات، إحنا نطلق سمات في علم النفس الشخصية، جميع السمات الموجودة عند الفرد الواحد سواء كانت سمات عضوية أو سمات شخصية نابعة من الجانب الوراثي والجانب البيئي. طبعا نأتي الآن لنبين وراثيا من هو الإمام روحي له الفداء الحسن بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. طبعا من حيث الأب هو ابن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، ومن حيث الأم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب، نجد أنه من خلال الأب ومن خلال الأم الالتقاء بشخص واحد اسمه عبد المطلب. من هو هذا عبد المطلب؟ وما السمات العضوية والشخصية أو النفسية الموجودة لدى هذا الشخص؟ طبعا هناك مزايا لهذا الشخص، بحيث أنه من أكبر مزاياه أنه كان الابن الوحيد بدون إخوة، ما عنده إخوة، ابن وحيد، وفي ذاك الزمن ابن الوحيد بدون أخوة استطاع أن يسود على قومه. الآن في زمننا صعب، يعني شخص وحيد أن يسود على العشيرة وما عنده إخوان، من الصعب جدا جدا أن يسود على قومه. هذا أريدك أنه تضعه في بالك. إذن كان يتمتع بسمات العلم والحلم والشجاعة
ولهذا استطاع أن يسود على قومه. هذا ميزة. ميزة أخرى لهذا الرجل العظيم والعظمة لله، أنه الشخص عندما يكون كبير في السن وينجب أطفال، يكون هذا الطفل ضعيف البنية. وأنت انظر إلى المجتمع ستجد ما أقوله صحيح. هذا الرجل أصغر أبناءه من أبناء الكبار عبد الله، أصغر أبناء. أما لديه أيضا ابن آخر صغير جدا، يعني أصغر من عبد الله بعقدي من الزمن، حمزة بن عبد المطلب. حمزة كان عمره مقارب لعمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقال، أنا قرأت في أحد الكتب، أنه أكبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 سنوات. حمزة أصغر أبناء، إذن كم كان عمره عندما أنجب حمزة؟ 60، 70، 80. حمزة معروف بأنه صياد الأسود، واصطياد الأسود بحاجة إلى خفة الحركة والدقة المتناهية. إذن كيف كان والده عبد المطلب؟ وأيضا هناك ميزة أخرى لهذا الرجل بشجاعته، أنه أبرهة الحبشي عندما هاجم لهدم الكعبة المشرفة، فذهب عبد المطلب إليه طالبا إبله. وكما تعلمون أن الغازي عندما يغزو مدينة معينة، فاعتيادي من الطبيعي جدا أن سيد المدينة يفر، لأن الغازي سوف يقتله قتلا شنيعا، وهذا ما متعارف عليه إلى يومنا هذا. فهو سيد مكة، سيد البطحاء، ولا يخاف، ويذهب إلى أبرهة الحبشي ويقول: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. إذن هذا أكبر دليل أنه كان مؤمنا موحدا على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا هو وراثيا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. إذن كل هذه الأمور، الجينات الوراثية من الأب والابن، من الأب والأم، اكتسبه الإمام الحسن من جده الأعلى عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه. وأيضا احنا المعروف علي بن أبي طالب، من هو علي بن أبي طالب؟ آية الله الكبرى والنبأ العظيم. ومن هو محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومن هي فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام؟ هذا من الناحية الوراثية. أما من الناحية البيئية، كما تعلمون أن العقل عقلاني، مطبوع ومسموع، لا ينفع مطبوع من غير مسموع ولا مسموع من غير مطبوع. يعني العقل الوراثي يعني العضوي والبيئي، ما يكتسبه الإنسان من معارف ومعلومات في بيئته. بيئة الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وأخيه وشقيقه الحسين عليه الصلاة والسلام، سيدا شباب أهل الجنة، الأسرة والمسجد النبوي. الأسرة علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء عليهم الصلاة والسلام. أي أسرة أفضل وأعظم من هذه الأسرة؟ إذن كيف كانت تربيتهما لابنهما الحسن بن علي بن أبي طالب؟ من المعارف والمعلومات الجمة، بيت الوحي، معدن الرسالة، أسرة الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب. إذن تعلم كل السمات من أبوين، أرقى أبوين بالعلم والحلم، المسجد النبوي. فطبيعي تعلمون أن ولادة الحسن عليه الصلاة والسلام في 2 من الهجرة على
أكثر الروايات، فهنا اعتيادي نشأ وترعرع وتربى في المسجد النبوي، كان يشاهد ويسمع كل أقوال وحركات جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعلى درجات التقليد عند الإنسان حسب ما قرأت في دراسات كثيرة أنه من عمر سنتين إلى عمر 4 سنوات، فهو في عمر سنتان و4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات و7 و8 و9 و10 في أحضان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يسمع الوحي ويسمع القرآن ويحفظ القرآن ويفهم القرآن ويطبق القرآن كلمات الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور هي التي تشكلت شخصية الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وشقيقه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أرقى أفضل أنواع السمات الشخصية السوية الموجودة لأي شخص ممكن أن يمتلكه في هذا الكون. السؤال الثاني اللي كان حول المحاضرة مالتنا، ما منحني غاوس للتوزيع الطبيعي؟ طبعا هذا غاوس أحد علماء فرنسي اكتشف هذا المنحني 1804 على ما أعتقد، غير متأكد من هذا التاريخ. المهم فحسب رأيه بأنه الظواهر الموجودة في هذا الكون، أي ظاهرة من الظواهر الموجودة سواء كانت ظواهر طبيعية أم ظواهر اجتماعية ونفسية يعني إنسانية، تتوزع توزيعا طبيعيا مثل ما تشاهدون في هذا المخطط، فيطلق عليه بالتوزيع الطبيعي، بحيث أنه 68% من أي ظاهرة إذا أخذنا أي ظاهرة سواء ظواهر طبيعية أو ظواهر نفسية تربوية اجتماعية، مثلا لو أخذنا ظاهرة الذكاء على مقياس تصنيف ترم، فنلاحظ أنه 68% من الأفراد ذكاؤهم طبيعي، 68 طبعا فاصلة أكو يعني كسر 20 مثل ما تلاحظون في هذا المخطط اللي أمامكم، وعندنا 16% بما يقارب 16% جهة الارتفاع و 16% في جهة الانخفاض، وقس على ذلك أي ظاهرة موجودة في هذا الكون. حسب رأي العلماء أن الظواهر النفسية والتربوية والاجتماعية تكون توزيعهم بما يقارب 3 درجات معيارية بجهة اليمين و3 درجات معيارية بجهة اليسار. هناك رأي أيضا لعلماء آخرين يقولون بأن الظواهر الطبيعية يعني العلوم الطبيعية قد تصل إلى بدرجة انحراف 5 درجات معيارية بجهة اليمين و5 درجات معيارية بجهة اليسار، لكن إحنا الظواهر النفسية والتربوية إحنا موضوعنا موضوع نفسي تربوي اجتماعي، أكثر الأحيان إنه توزيع يكون ب3 درجات معيارية لو أخذنا أي ظاهرة. كما تلاحظون إنه المتوسط هنا حسب التوزيع القاعدة العامة 0. القاعدة العامة 0، وهذا 0 مو ثابت، لأنه إحنا نأخذ متوسط المجتمع. أنا إذا أردت أقيس السلوك الاجتماعي أو أردت أقيس الشجاعة وأنا المقياس مرتب عندي ضمن درجات معينة، وبعدين أنا أجمع عدد درجاتكم أقسمه يعني الدرجات أقسمها على العدد يطلع عندي المتوسط، قد أن المتوسط يطلع عندي 30 أو 40 أو 25 أو 100 أو 200 حسب المقياس اللي أنا مرتبه، وبالتالي راح يكون بدل هذا الصفر
المتوسط الدرجة اللي أنا أحصل عليه. جماعة الرياضيات أفهم بما أقوله وبسرعة. فالدرجة المعيارية الواحدة ناقص واحد أو زائد واحد دول اللي بالوسط راح يطلعون متوسط الشجاعة الموجودة. إذا أردت أن أقيس أنا الشجاعة أو أردت أن أقيس التحصيل في أي مادة معينة، فالدرجة المعيارية كيف أنا أستخرجها؟ أستخرجها من خلال الانحراف المعياري. كل درجة معيارية انحراف معياري واحد. اعتبرنا مثلاً أنه متوسط الشجاعة 50، الدرجة المعيارية شلون أطلعها؟ أجي على الانحراف المعياري، مثلاً طلع حق الانحراف المعياري 5 أو 10، خلينا نقول 10. إذن 50 ناقص 10 صير شقد؟ 40. 50 زائد 10 صير 60. إذن من 40 إلى 60 اللي درجاتهم دول متوسط طبيعي راح يصير، ومن 60 إلى 70 إلى 2 الدرجة الثانية راح يصير دولة شنو؟ مرتفع. من 70 إلى 80 مرتفع جدا، مرتفع جدا. وأيضا بالمقابل من 40 إلى 30 انخفاض، من 30 إلى 20 منخفض جدا. هذا لو قست سمة واحدة، سمة الشجاعة. لكن إحنا موضوعنا موضوع البعد النفسي، العقل الجمعي للأمة. في زمن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكذلك الحديث الشريف، كيفما تكونوا يولى عليكم. أريدك تربط الآية والحديث مع ما سوف أشرحه في ضوء الخير والشر في ضوء منحني غاص. يعني هذا دليل واضح أن العقل الجمعي للأمة هو الذي يرسم السياسة العامة لأي أسرة، لأي مجتمع، لأي بلد، لأي أمة. نفسيات الأفراد ترسم السياسة. يعني العقل العام أو النفس العام أو السمات العامة المشتركة الموجودة، وعلى غرار ذلك يكون القائد. هذا ما يقوله استناداً إلى آية الذكر الحكيم وإلى الحديث الشريف. طبعاً رتبت أنا في ضوء المنحني التوزيع الطبيعي الخير والشر، بحيث أن الخير في جهة الارتفاع والشر في جهة الانخفاض. إحنا الأمة في زمن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كانت هناك ناس مسلمون وناس مؤمنون وناس متقين وناس أخيار وقائد الخير. وأيضا في المقابل الأمة دائما في كل عصر مبتلي بالمنافقين والكافرين وقادة الشر، دائما في كل عصر وفي كل زمن. في زمن سيدنا ومولانا وجدنا الحسن بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، كيف كانت الأمة؟ هل الأمة العقل الجمعي للأمة قاطبة كانوا مع الخير؟ لو كانوا مع الخير، ونحن عرضنا لكم السمات الشخصية للإمام الحسن، فهذه السمات أهله أن يكون قائدا، وهو شاهد أيضا بالإضافة إلى مرحلته وقيادته يمتلك تجارب جده محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتجارب والده علي بن أبي طالب، بالإضافة إلى تجربته هو. إذن الأمة حسب هذا المخطط تركوا الحسن عليه الصلاة والسلام قاطبة، لم يبقى معهم أحد، في حيث ينقل لنا التاريخ أنه جيش جيوش لمقاتلة قائد الشر المتمثل ببني أمية المعاوية بن أبي سفيان
عليه لعائن الله. فجيش جيشا، فأرسل جيش قوامه فرقة واحدة 12,000 مقاتل مدربين بقيادة ابن عمه، فاختار قائدا للجيش ابن عمه عبيد الله بن عباس. ولماذا اختار؟ لأنه أولا ابن عمه، ثانيا أن معاوية قتل ولدي عبيد الله بن عباس. عسى إذا ما يحرك العشيرة العرق الهاشمي، راح يحرك شنو؟ الثعلب. إذا ما يحرك الدين، شوف القيادة الحكيمة، شوف القيادة الحكيمة والاختيار السليم الصحيح. إلا أن هذا الشخص ذهب واستسلم بحفنة من الدراهم وسلم الجيش. ثم وصل الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وإذا قادة الشر قد توغلوا في جيش الإمام بنشر إشاعات ودعايات بأن الإمام الحسن قد أقبل الصلح، وهو لم يقبل الصلح، وهو جاء للحرب. والأمة رأت أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام خرج للحرب ولم يخرج للصلح. مع هذا لم تردع الأمة، وكأنهم أين عقولهم؟ وكأن العقل الجمعي للأمة هؤلاء المؤمنون والمسلمون والمنافقون والكافرون جميعهم أصبحوا مع من؟ تحت قيادة الشر، فتركوا المتقين والأخيار وقائد الخير، تركوهم وحيدا. قد أن أعدادهم هؤلاء كان قليلا جدا، المتقين والأخيار، لأنه إذا جئنا إلى واقعة الطف نجد الأخيار هم الذين قادوا واقعة الطف، وإن 78 شخصا الذين استشهدوا في واقعة الطف مع الحسين عليه الصلاة والسلام، 28 منهم بما يقارب من بني هاشم، بني عبد المطلب فقط، فقط. إذن هؤلاء كانوا في زمن الحسن عليه الصلاة والسلام أكثرهم صغار السن، العدد لم يكتمل، لم يكتمل عنده العدد، عدد الأخيار الذين يستطيع من خلالهم أن يقاتل الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أجبروه على الصلح ولم يصالح، وإنما أجبر على الصلح. الأمة هي التي صالحت. أنت يعني أنا أعطيك مثال، أنتوا كلكم يعني صاير عندكم قيادات، قيادة أسرة، قيادة مجموعة معينة. مرات أنت المجموعة عندهم رأي وأنت عندك رأي، تنجبر تمشي برأي المجموعة حفاظاً على ماذا؟ حفاظاً على الجانب السلمي العام. كلكم صاير عندكم هكذا التجارب، فهي هاي التجربة اللي دخل بها الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، بحيث أنه الأمة هي التي ذهبت وصالحت قائد الشر وأطاعت قائد الشر وتركوا القائد الخير وحيدا فريدا لا ناصر له. حتى أعوانه وأنصاره الأخيار قليلي العدد، ليس عددهم 78، كلنا نعلم أن فقط قائده اللي كان معه الراية قيس بقي وحده، يعني معه شخص واحد فقط، في حين أن مع الحسين عليه الصلاة والسلام كان من الأنصار بما يقارب 50 شخصا، لأن حسب الروايات الموجود عندنا أنه وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أنه أن لا يقوم إلى أي معركة إذا لم يكن لديه عدد على الأقل 40 شخصا، أي فصيل. فصيل كما تعلمون أنه الفصيل
بما يقارب 30 إلى 40 شخص، والسرية بما يقارب 100 شخص، والفوج بما يقارب 400 إلى 500 شخص، واللواء بما يقارب 2000 شخص، والفرقة بما يقارب من 8000 إلى 10000 شخص. فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ما كان معه فصيلا واحدا، ما كان معه فصيل واحد بمن يقاتل، بمن والله العظيم لو كان لديه فصيل واحد عددهم 40 شخصا لقاتل، لكان ثورة الحسين باسم ثورة الحسن عليه الصلاة والسلام. وأنا أحلف في هذا المنبر العلمي، وأنا على يقين وعلى قناعة، وأنا خبير في علم النفس بمستوى بروفيسور، والحمد لله رب العالمين. فالإمام الحسن عليه الصلاة والسلام ما كان معه أشخاص، فقط شخص واحد، وأهل بيتي الذين استشهدوا في واقعة الطف هم صغار السن، أكثرهم صغار السن، وبالتالي لم يكن لديه فصيل. في حين كان مع الحسين عليه الصلاة والسلام فصيلين أو ثلاثة، يعني سرية، يعني على يعني أقل، على أكثر تقدير 78 واحد، يعني إذا قلنا 30 يعني أقل من سرية واحدة، لكنه جابها جيشا قوى، يعني من عدة فرق أكثر من 30,000 مقاتل، لكن كان معه أشخاص، كان معه أشخاص يجودون عنه. أما مع الحسن عليه الصلاة والسلام ما كان معه فصيلا واحدا حتى يقاتل، وبالتالي أجبره الأمة على الصلح، في حين أنهم كان يفترض من الأمة أن يتذكروا موقف إمام علي عليه الصلاة والسلام عندما أصبح هناك حكم ما بين الجيشين. الأمة فرضت لإمام علي عليه السلام بأن يكون الأشعري هو الحكم، في حين الجيش المقابل جيش الشر، قائد الشر فرض عمر بن عاص، والجنود لم يتحدثوا شيئا. أما هنا في جيش إمام علي عليه الصلاة والسلام، بما أنه أعطاهم الديمقراطية والحرية الرأي، فاتخذوا الأشعري حكما، وبالتالي سمعتم ماذا قرأتم، ماذا حل بجانب التحكيم، والأمة خذلت. كان عليهم أن يتذكروا أنه قبل سنة الأمة خذلت إمام علي عليه السلام بالتحكيم، فكيف تخذلون الإمام الحسن بالصلح؟ فكيف تخذلون؟ فخذلوه، لأنه هم الذين وافقوا على الصلح، هم الذين أجبروا. إحنا مشكلتنا أين؟ مشكلتنا دول 34% اللي جاي تلاحظون، احنا 34% القريبين من الاخيار اللي يعني قريبين الناس المؤمنين، دائما دول القاده مالتهم يطلع من عندهم اشخاص فدول يشوفون نفسهم قاده، هم ليسوا بقاده، يتبوؤون اماكن قياديه وهم لا يمتلكون السمات القيادية، ليسوا من المتقين وليسوا من الأخيار، وبالتالي يجرون الأمة دائما إلى الطريق الخاطئ، إلى الطريق الخاطئ. فدائما بما أنه الاحتكاك الموجود بين 34% بين المؤمنين و 34% بين المسلمين بحكم التقارب الزماني والتقارب المكاني، الاحتكاك الموجود بحكم المصاهرة، بحكم القرابة، بحكم أنه نفس العقيدة نفس الدين، فهذا التقارب يولد أنه هؤلاء يستلمون الأوامر من المنافقين أو من وينقلون الأوامر للمؤمنين، وبالتالي يضعضع الجيش الأخيار والجيش المتقي، فيكون هناك ضعف. فهذه الأمور هي التي ولدت صلح الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، ليس صلح الإمام وإنما صلح الأمة
وطاعة الأمة واستسلام الأمة لقائد الشر. طبعا الخير دائما الخير تلاحظ عندهم الإيمان بالله، إنه يكونوا معنويين إنساني، يتوفر عندهم العلم والحلم والحكمة والشجاعة والإيثار والغبطة والتواضع وأخلاق إنسانية وإتقان في العمل رضا الله تعالى، إتقان في العمل من أجل رضا الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الأشرار دائما عندهم شيء، الإيمان بالطاغية، الطاغية فوق كل شيء لديهم، الطاغية وأوامر الطاغية، أوامر الطاغية. يكونون ماديين واستغلاليين، قد أن واحد يقول أنه دولة ملتزمين بالعمل، نعم لأنه مادي، لأنه مادي، لأنه رأس العقوبة ورجع ماكو عدة ديمقراطية، رجع عندهم ديمقراطية ما يخاف، وبالتالي شوية دول المؤمنون شوية يصير عندهم خلل في أداء وإتقان في العمل. يكون عندهم الجهل والصفصطة والعجلة، دائما نشوفهم عجلة عندهم دول الأشرار. الغدر والتهور يصير عندهم، والأنانية والحسد. أنت روح سوي دراسة، شوف الأنانية والحسد والتكبر يا يابا، روح أنت لمجتمعاتهم شوف إذا صار رئيس قسم وكأنه صاير الله سبحانه وتعالى قاعد لي بالكرسي، إيه جالس بالكرسي، فالتكبر فالعجهية عندهم. وأنا ملاحظ، أنتوا روحوا لاحظوا، إذا صار موظف بسيط بسيط يشوف نفسه هو خليفة الله، تكبر عنجهية عنده. ليش؟ خوفا من أوامر الطاغية، وإنه لازم يجبر الرعية بالإلزام بأوامر الطاغية، وبالتالي هو أول واحد يلتزم بأوامر الطاغية ويؤمر الناس حتى يلتزمون بأوامر الطاغية. لاحظوا دائما قوميون عنصريون، ودائما عندهم إتقان أوامر الطاغية والالتزام بالقوانين. عندهم التزام أكثر من المؤمنين، التزام بالقوانين والموجودة. شكرا لحسن الإصغاء، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده مداخلة شيء، فإحنا الحمد لله أنه في مثل هذا اليوم وفقنا الله سبحانه وتعالى أن نتحدث عن سيدنا ومولانا الحسن بن علي بن أبي طالب. شكرا جزيلا الى الاستاذ الفاضل البروفيسور عباس نوح سليمان الموسوي على هذا الموضوع، اللي من وجهة نظره استخدم القضية العلمية، انه طبق منحني قاوس وحاول يحلل السلوك الجمعي للأمة في قضية الإمام الحسن وصلحه مع معاوية. فنغتنم وجود السادة الأفاضل ويانا، واعتقد راح نبدي بالاستاذ سامي لأنه أيضاً الموضوع تطرق إلى قضية رياضية، في احتمال أكو عند مداخل. ونحن نعيش هذه الأيام في ذكرى استشهاد الإمام الحسين وإمام الحسن عليه السلام يوم أمس. نسأل الله أن تكون العبرة والدروس المستقاة من وفاة الإمام الحسين واستشهاده هي أن نور في حياتنا، يطبق ما تفضل به البروفيسور بهذه المحاضرة على ميدان عملنا. الشيء الملفت الجميل بالمحاضرة أنه استخدم المنحنى، التوزيع المنحني الطبيعي، للمعلومة أنه التوزيع، هذه التوزيعات الإحصائية عدة توزيعات، أحدها يكون هذا التوزيع الطبيعي اللي مثل ما تفضل البروفيسور أنه هذا يشتمل على العديد من ميادين الحياة، من ضمنها هذا العامل النفسي والجمعي، لأنه يحتاج توضيح مسألة القرب المستويين، الجانب الإيجابي أنه بالتوزيع الطبيعي استخدم الصفر اللي هو هذا يرمز مو للوسط، يرمز الوسط الحسابي، يعني باعتبار هذا المنحنى التوزيع الطبيعي يشتمل على خواص عديدة. أحد هذه الخواص اللي الخاصية المهمة أن يكون في هذا الموضوع في أي طريقة تستخرج الوسط الحسابي تجدها نفسها، يعني الأنواع طرق استخراج الوسط الحسابي اللي هي المتوسط والوسيط والمنوال، ثلاثتهم كلهم يجتمعون في نقطة واحدة، لذلك هذه هي ميزة للمتوسط للتوزيع الطبيعي. ميزة الوسط الحسابي نعتبرها هذه نقطة البدء لليمين ولليسار. اتطرق إلى مسألة الانحراف، هذا اللي
اللي ظهر امامنا هي هذا هو الانحراف عن الوسط الحسابي، عن الوسط، عن المنوال، عن المتوسط، عن الوسيط، انحرافاته من جهه اليمين ومن جهه اليسار. يعني هذا التوزيع موجود في اغلب الحياه، اغلب مجالات الحياه الصحيحه، انه اغلب الناس يعني ثلاث ارباع الاعداد المناقشه او موضوع الدراسه تكون هي متوسط، قريبه للمتوسط، قريبه. اللي يكون شاذ، هذه اللي هو كلمه الشاذ بين قوسين تستخدم لليمين واليسار. الان المحاضره ركز على الجانب اللي هو اليسار، جانب اليسار، جانب الشر، هم ذولا شواذ بالتوزيع المنحني الطبيعي، ذولا اللي يكون النقاط المتطرفه اللي من اليمين ومن اليسار غالبا ما ياخذوها بنظر الاعتبار بالدراسات، لانه الاصل تاخذ على الوسط. اللي هم اقصى اليسار الخير دائما ندره قليلين، ذول اللي هم نصفهم بالاخيار او نصفهم بالمتقين او نصفهم بال يعني الصفات الحسنه بالنسبه للمسلمين، هذول قله، يعني يعتبر شاذ بالنسبه للمجتمع انه تجد واحد بقمه الخير او بقمه الاخيار. يعني عددهم قليل، هو شاذ، كلمه شاذ المقصود به يعني احصائيا يعني عدده قليل، ما تقدر تقيس المجموع عليه. أنا جدا أشكر الأستاذ على هذه المعلومات وتفصيلها وربطها ربط موفق. شكرا. دكتور عبد الكريم، وين جيت انت شوي متاخر، بس الموضوع انت عندك اهتمامات دينيه كثيره. فيما يتعلق بالمحاضره، طبعا هي محاضره ولو جيت متاخر، بس يعني سمعت ما ادلى به البروفيسور عباس، وكنت اتمنى ان يتطرق الى جانب الانقلابات الذاتيه. هذه الانقلابات الذاتيه هي سنه من سنن الحياه البشريه عبر التاريخ، واللي اكدها القران الكريم في حادثه لوط، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. يعني هذه القرى اللي تعتبر ما يعني في ذلك الوقت ربما قد تكون الاف من البشر، لم يجد او لم نجد فيها الا بيت، وهو بيت لوط عليه السلام. وهذا البيت هو هم يعني هم نقدر نقول انه شذت هي امراه لوط. اي فدائما هاي الانقلابات الذاتيه تشهدها عبر التاريخ. يعني ليس بغريب ان نجد المعاصرين لكل امام معصوم سلام الله عليه من يتصرف او يسلك هذا السلوك، وكنت اتمنى من السيد ان يوضح هذه الانقلابات الذاتيه. احسنت دكتور، انا ابتليت يعني انه دول يتحولون، دول ياثرون عليهم، يعني انقلاب ذاتي. قلت انا قلت بان الامه يعني حتى المؤمنون والمسلمون كلهم وين؟ الى اين اتجه عقولهم؟ العقل الجمل اتجه الى الشر. اغلب تحب الخير، يعني بالاساس هو منحرف الى من؟ الى جهه الخير. خير. ليمين. بعد شو اسمه معاويه، نتيجه الحكم مالته ونتيجه الاغراءات مالته الماديه تحول الى هذا الشكل. يعني اساسا هو مو توزيع طبيعي. اساسا بالنسبه للخير والشر مو طبيعي. هو طبيعه الانسان يحب الخير. هسه انا اذا قست سويت مقياس مستوى الجانب السلوك الخير الموجود والشر الموجود، لان الخير فيه بعد الشر، بعدين اكو ظواهر نسميه ظواهر ذو بعدين، مثل الذكاء بعدين، ذكي غبي هالشكل. الخير فلازم انا اجيب شنو؟ الشر ايضا. شوف بساطك، يعني انخفاض في الخير اذا عند سلوك الشر قد طغى، مو كل ما انخفض. فاحنا عندنا شنو؟ اي ظاهره اذا هسه سويت انا مقياس ووزعته للافراد وقست فيطلع عندي هذا المخطط. ما يطلع 100% قريب من هذا التوزيع. خلينا نسمع من داخل. قبل ما تجي الدعوه الاسلاميه، الطبيعة توزيع الناس وين متجه؟ كل شيء. من جت الدعوة الإسلامية تحولت من إلى الخير. درجة الخير بس وياي دكتور، وياي دكتور سيد المحترم، إحنا شنو عندنا قاعدة؟ يعني شوف بس وياي، عندما نقول إنه ذكي مثلاً من 90 إلى 100 ذكاء طبيعي، 110. من 110 إلى 120 ذكاء مرتفع، من 120 إلى 30 مرتفع جدا، من 130 فما فوق عبقري.
عندما نأتي وننزل إلى أدنى درجات الذكاء أخرق أبله معتوه، المعتوه الدرجة مالته 25، 25 هو صح غبي معتوه أدنى درجات، بس مو معناه ما عنده ذكاء، عنده ذكاء 25%، فهذا الشر اللي ناقص 3 أنا أشكد يطلع عليه، مو معناه أنه ما عنده خير، عنده خير، لكن الخير المن الجماعة الخير قليل، ولهذا يقول لك الله سبحانه وتعالى المقياس، مقياسك أي الكفتين، هل كفة الحسنات أم كفة السيئات؟ يعني السيئات ما عنده حسنات، عنده حسنات، لكن كفة السيئات عنده صار أعلى.